انا بقى زميلتي رباب بتقول لي في ودني حاجتين كده، ما اعرفش الكلام ده صح ولا لا. يعني حضرتك ربنا يديك الصحه ويكرمك يا رب يبارك، عندك لك. اربع عيال ولد، نعم، يعني خمس اطفال ما شاء الله، وشقيانه عليهم الحمد بكل لله الشغل رب العالمين. يعني والتعب، وكمان تعولي اسره، نعم، بسيطه لأن محتاجه، فحضرتك كمان بتجري عليهم. يعني انت تعولي اسرتين، اسرتك بخمس عيال، نعم، واسره تانية اللي واحدة قولي اتفضلي قولي الأرملة ديت هي الأرملة اللي جوزها متوفي، يعني ما يعني في ناس هي بتساعدها بس أنا بوصل لها الحاجة. بس يعني ده أنا يعني اعتبر إن أنا بوصل لها الحاجة، هي معاها ثلاث عيال. ربنا يكرمك. بس فأنا الحمد لله بشتغل واعتمدت على نفسي، والحمد لله ما بديتش لحد في جهاز بناتي ولا في جهاز وابني، يعني ابني. طب نقف عند جهاز بناتك، بنتك أني واحدة اللي ناقصها جواز لسه متجوزتش؟ هي إيمان اللي هي اتكلمت دي. إيمان اللي كلمت؟ آه. ناقصها إيه في الجهاز بقى؟ لا جبت الحمد لله، ما فيش إلا الغسالة والشاشة. الغسالة كل حاجة والشاشة؟ جايبيها. يعني النهارده ما فيش أي حاجة هتنفعنا من الحاجات دي؟ كل حاجة الحمد لله جايبيها. يعني ولا تلفزيون ولا 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 ولا, ولا اسمه ده؟ اسمه بوتاجاز ولا تلاجة تنفعك؟ لا اللي يطلع منك مالك. لا 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 بالعكس، انا عايزكم تختاروا انتوا الاثنين من الجهازين دول، دول اقل هديه طبعا. الاكل عشان بس نقفل قصه الاكل دي، مش محتاجين ندوق اكل النهارده، اكل طاجن باميه عسل، مسقعه جميله، رز بالشعريه زي العسل. انا سلامتك. طيب يعني حضراتكم دلوقتي، نعم، يعني انت فهمت من كلامك كده انت مش محتاجه حاجه من الحاجات دي؟ لا يعني انا نفسي عندي انا ما عنديش ثلاجه، ثلاجتي باكلها البرومه كلها. انت ما عندكش ثلاجه؟ لا عندي، بس عندي واحده اللي هي 8 قدم ديت اللي المخزن صغير بس. انا نفسي الحمد لله راضيه بيها. لا يا حبيبتي والله العظيم، لا دي الحمد لله، والله العظيم انا راضيه بيها يا حبيبي. ده انا كلمتك بالدنيا، ده انا فتحت معاك الموضوع والله العظيم. انا كان في دماغي ان انت بتجهزي البنت، فناقصها مثلا ثلاجه، ناقصها غساله، ناقصها حاجه، فاحنا برضه بخليها اي حاجه بجيبها بخليها في الجهاز. بس احنا بقى بنقول لحضرتك دلوقتي بتقولي الثلاجه عندك في البيت، جايباها عشان ما اكدبش. الثلاجه دي من نصيب حضرتك. لا انا جايباها ما اكدبش عليك. جايبه ايه؟ الثلاجه لجهاز بنتي. جبتيها لجهاز بنتك. انت بقى عندك، انت ثلاجتك تشرب ميه ساعه فيها في رمضان اللي داخل عليه ده؟ لا ساعه مش يعني، هي الفلوزه حلوه بس الثلاجه تحت مش حلوه. احلى ثلاجه يا حبيبي، تروح معاك البيت لك يا رب. ربنا يكرمك ربنا يسعدك. تعالي كده شوفيها عجبك ولا نغيرها. لا تعالي انا سلامتك. تعالي. كل حاجه بالدنيا كلها والله عندي يا حبيبي. دي تروح بيتك انت. نعم. البيت خلاص انت تمام. نعم. ظبطت لها الثلاجه بتاعتها صح كده؟ الحمد لله. دي بتاعتك ولا عايزه البوتاجاز؟ لا قعدت الثلاجه. لا اي حاجه تطلع منك. لا يا حبيبتي لا والله العظيم. لا والله خدامينك. لا يا شقيق يا ولد، انت جزمتك على راسي من فوق حبيبي. انت عايزه؟ لا والله كل حاجه تمام يعني. الحمد لله الحمد لله. هتروح بيها منك يا حبيبي. بارك ربنا يخليك. ربنا يخليك. بارك يا حبيبي. ربنا يسعدك يا رب. في ربنا يحفظك. تعالي تعيش يا حبيبي. خلاص كده هي حكمت نفسها بقى. احنا يعني بنتكلم في شيف في البيت وعندك مشروع. تمام. فانت اكيد بتحتاج البوتاجازات كتير. فعلا. صح كده؟ طبعا. فنتمنى يكون يعجب حضرتك النهارده البوتاجاز والله، ومن غير اي حاجه بجد والله، حد تاني محتاجه والله انا متبرعه. ربنا يخليكي كلك ذوق. لا ده هديه صغيره من البرنامج لحضرتك. ده انت ام مثاليه بخلاف اي خليك. تفاصيل انت ام تستاهل التكريم عن قصه كفاحك. انا هديتي ان حضرتك تدوقي الاكل دلوقتي وتحكم. عينيا الاثنين. انا قاتبيني كلت وحكمت. لا لا انا اهم حاجه عندي انا مصره ادوق حضرتك. سيبوكم مني انا. لا أنا والله. تمام والله انا سعيده جدا تمام. والله انا راضي وزي الفل. وجودكم عندي فوق كل شيء. مش الاكل اللي هيخلي الموضوع يبقى بالنسبه لي حلو ولا لا. بعد عنكم الوحش والعيب والمرض. لا انا عايزه اعرف بس اذا كان بعرف اعمل اكل ولا لا. عيب يا هانم، انت اكبر من كده والله العظيم. لا 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 يفتى ومالك. لا لا العفو والله يا فندم، انتوا نورتوني النهارده وشرفتوني. وبعدين حضرتك اتمنى تقول لي هتيجي كمان. يعني عجبت حضراتكم سعاده بيكم وكل سعاده بكم والله، او على قد ما قدرنا نسعدكم بس. ربنا يسعدك ويسعد ولادك ويسعد ايامك. جزيلا حلوه يا رب. نورتوني. كل سنه وانتم طيبين. انت طيب ويعود عليك بخير وسعاده ونقابل ان شاء الله في كل خير ان شاء الله. ويعود على الجميع كله بالسعاده وبالهنا وفي الفرح، ويكفيكم شر الوحش وشر اولاد الحرام يا رب.